عشاق أسلاك التجارب، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. في هذا الفيديو سأريكم طريقة صنع سلك للتجارب متعدد الاستعمالات، يمكن أن يلتصق بجميع الأسطح الحديدية والفولاذية كهذا السطح مثلا أو هذا. إذن سوف أحتاج إلى قطعتين من مغناطيس النيوديم القوي، قطعتين مطاطيتين على هذا الشكل أو شكل مشابه، سلكين كهربائيين، واحد أحمر وواحد أسود، تقريبا 40 سنتيمتر. أولا أقوم بحفر فراغ صغير في زوايا المغناطيس هكذا. قمت بفعل 3 فراغات في 3 زوايا. إزالة قشرة الكروم، وإلا فلن تنجح عملية تلحيم السلك الكهربائي. كما تلاحظون توجد طبقة من النحاس أسفل طبقة الكروم. يجب أن يكون الثقب فارغا بما فيه الكفاية لكي يدخل السلك.
القليل من شحم التلحيم، ثم نقوم بعملية اللحم. هذه هي النتيجة، نقطتي اللحام هنا ونقطة هنا، وهنا في الأسفل سلك ملفوف لكي لا ينفك السلك. ثم المرحلة الأخيرة والصعبة، وهي إدخال هذه القطعة الكبيرة في هذا الثقب الصغير. أجر السلك ندخل الزاويتين أولا، ثم الزاوية العليا، وهذه هي النتيجة. لدي قطعتين جماثلتين. سوف أقوم بربطهما مع بعضهم البعض. هذا هو الشكل النهائي لسلك التجارب. بالنسبة لطريقة تركيب هذه المساكات، فيمكنكم مشاهدة هذا الفيديو. فيما يخص الاستعمالات فهي متعددة، مثلا ربط البطاريات لشحنها هكذا، أو تشغيل بعض العناصر الصغيرة. هذا المصباح مثلا، أو هذا المحرك الصغير، هذا الفيديو قد انتهى. أتمنى أن يكون قد أعجبكم، ونلتقي في فيديو آخر.